معلومة غير معلومة، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. وإزاي أكون وزيرة اقتصاد في البيت؟ أعمل من الفرخة حفلة بأقل تكلفة ممكنة، نقدر نعمل إبداع طهوي داخل الفرن. بص على الحلاوة، بص على الجمال، أهو ده. خليها سمك النهاردة يا مغازل. بطاية هنا في سلام وأمان بتستوي. كل المطبخ العربي الأصيل. إيه الصورة الجميلة دي؟ تستاهل. سبانخ من خير أرضنا أهي، ما شاء الله بتتكلم مصري. برنامجنا الشهير أكلة أمي. أكلة أمي مع الشيف أحمد المغازي من السبت إلى الخميس 1 ظهراً على قناة مصر الأولى.